عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يوسف بليلي، وين يشعل غضب مدربه المنتخب الجزائري جمال بالماضي، وين خاصة وين التماطل تاعو راه في سبع أشهر ما كاش مع ما خدم والو، مازال ما خدم والو. وهذه برحمة الوالدين جماعة اللي كومونتي لك ويقول لك باللي راه يتريني وراه يلعب. يا ودي تجي لي زونترينمون اللعب وحده تاع كارطيات والخدمة تاع وحده، وخدمة لازم له، لازم شنا احنا محترفين، شنا ديلور، شنا كيفاش محرز، شنا كيفاش بالرحمة، شنا كيفاش بالناصر، وين داروا دي فيديو يخدموا على باك يخدموا مخلص الاخر كسموه محضر بدني، يخدم شي غير هكا يجري وصاي يجري يضرب 5 كيلومتر وعاود ولي يدوش وخرج برا، ماشي كيف كيف يا صاحبي. هذه لعبه جماعيه ولازم لك تكون مع ليكيب تاعك، ولازم تخدم مع ليكيب تاعك، تخدم بلوشيما، تخدم بزاف صوالح، وتلعب مباريات، ولا ما كنتش تلعب تتفرج غير في المباريات الرسميه، عندها حاجه، عندك توش فيها. انت معنا لو شيطان، انت دروك انتم زايدين الواحد بلايلي كبير على السعوديه، هذي بلايلي عارف وين راه كبيره السعوديه، وهي ها كبيره السعوديه، هي ما كانش في ليكيب ما كانش في ليكيب ناسيونالي، هي ها بعيد في السعوديه كبير، لا بن عمري كبيره السعوديه، بلايلي كبيره السعوديه. ها اخر راه يلعب، ها راه وين راه كل لعب كوراحو كانوا غادي يلعب، كان غادي يلعب الشامبيونا ويزيد يدخل في كيسموه بالكاس اسيا، يزيد يلعب كاس اسيا كيما راه يلعب بونجاح كل ماتش يمركي. فانيك نقولوا بونجاح كبير على قطر، بونجاح كبير على قطر، نقولوا فانيك ابراهيمي كبير على قطر، هي روح ابراهيمي قلت انا ود المنيعه بالكيسموه بونجاح، روح انا قلت في وهر انت كبير، انت كبير، انتوما كبار ما تلعبوش، انتوما تما كلي ندير تريكوات تاعكم نحطوهم في الارض، ايوا يقعدوا جماعه يلعبوا، ايوا كي يمركوا يروحوا يسلموا التريكو تاعك. يا ودينا لو شيطان يا جماعه، انتوما راكم زايدين هما. انا نشوفو تكومونتو البلايلي، تكومونتو بالعمري، ما تخافش انت كبير على السعوديه. يا ودي عقليه اللي خرجتوها، عقليه اللي خرجتوها، هامي كبير على لي زوروبيان مشاو يشوفوا فيهم، ها كبير، ها كبير كي داير، ها كبير تاعكم. وعاد يدبر راسو. وين شنا كيفاش وين كشف تقارير صحيفة جزائرية عن غضب جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري من لاعبيه يوسف بليلي نجم الأهلي جدة السعودي بسبب تصرفاته الأخيرة ورفضه الانتظام بالتدريبات الفريق الأهلاوي وعدم استقرار على وجهته المقبلة في الموسم الجديد حتى الآن. وين أكدت صحيفة شروق جزائرية أن مسلسل الدولي الجزائري يوسف بليلي متصدر الوسائل الإعلامية السعودية والمصرية والجزائرية منذ أزيد من شهرين، لم يمر مرور الكرام على جمال بالماضي الذي لم يهضم لتصرفات لاعبه المفضل والتوليفة كما نقول احنا التوليفة سمح، وفرصة التدريب واللعب مع بعد فترة التوقف الطويلة جدا بسبب فيروس كورونا، وغضب المدرب الخضر جدا بسبب بسبب تصرفات غير الاحترافية. دروك ما رسلوا لكمش طيارة كي نتايا كي بن عمري، ما رسلوا لكم شي يا جماعة، عيب، هذه طيارة جاو منا كيما يقول لك اعطي وجه الميعاد كون روحتو ركبتو وباغي تبدلوا ليكيب، كون بدلتو ليكيب نورمال ما غاديش تلعب له صايك يبدلوك، المشاكل هذو مشي ملاح هاك تشوف كيفاش هاك حاصل، هاك حاصل كي بن عمري كي راخو كاع راكم حاصلين. بن عمري طاوه كواطو، بن عمري طاوه كواطو على حسب ما سمعنا قالك طاوه كواطو، بصح وين راه بلايلي وين راه هاك تشوف، هذه مشي مليحه، ها العقليه تاعهم، ها العقليه كي والو يخسر على الناس اللي مطالعين، خسرها راهم وراهم روحوا شوف مواقع تاع السعوديه قالك جزائريين ماشي محترفين، هاك تشوف
انا نشوف شوف كيفاش عسل الله يبارك مبولحي زغبه كاين لاعبين الله يبارك الناس هي تخدم ساكته تاكل كسره وساكته بصح تشوف كيفاش. وكان بلايلي رفض العوده الى فريق الاهلي جده السعودي رغم المساعي التي قام بها النادي الاهلي منه ارسال طائره خاصه الى الجزائر لاعادته هو وابن عمري الى السعوديه وين شفنا كيفاش والد بلايلي وكيل اعماله وين هدر قال بلي باسباب مختلفه حالت دون عوده نجله الى السعوديه ولعل ابرزها تاكيد اصابه بفيروس كورونا. عاودي شقتكم عاود فعد ولدك راحه ما عجبتكم هنايا. ويبحث والد بلايلي حاليا عن الفريق جديد لابنه بعد قرار إدارة الأهلي جدة عدم الاحتفاظ به بسبب عدم انضباطه وجديته في وقت عاد فيه كل لاعبين المنتخب الجزائري وتحديد محترفين إلى التدريبات والمنافسة. وكان موقع لاغازيت دي فينيت كشف عن اتصال هاتفي جار بين بلماضي وبلايلي وانتقد خلاله المدرب انتقد بشكل لاذع وتركز لانتقاد على العمل ابتعاد لاعب الترجي سابقا عن التدريبات والمنافسة أزيد من 6 أشهر رغم استئناف البطولة والدور أبطال آسيا بالنسبة لفريقه الأهلي جدة مشير إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على استعداداته البدنية خاصة أنه يعد من ركائز الرئيسية للمنتخب الجزائري. وين يحظى بلايلي باهتمام كبير من نادي الأهلي المصري الذي يسعى بقوة لحسم تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد. يعني حنا نقولوا بلي تهدر مي تهدر يقول لك يكرههم يكرههم بلايلي ولا ميني ماركي في الكوب دافريكا بنادم قلبه يخرج شكون اللي يكره بلادو شكون اللي يكره مي تلعب ليكيب ناسيونال شكون باقي محاسبين ملي نتوما راكم تمدوا الوطنيه وحب الفريق الوطني بالمغارب باقي دايرين ميزان تاع ذهب توزنوا حب الوطن. لا ماذا بينا انا ماذا بيا كره يلعب هارب ونجح خدمه تاع ونجح هارا سليماني راهي ذاك سليماني لاعب مثالي الله يجعل لي ربي نجحه وصايك هذا مكان الله يجعل ربي يزيد الله يجعل لي يصيب نادي. هضروا على المحليين العربي السوداني كاش ما سمعتو مشاكل بينه وبين النادي تاعو كاش ما سمعتو ما كاش كاع العربي السوداني كاع ما كاش مشاكل بينه وبين ايه شوف كيفاش لازم يدوهم يداووا يعاودوا يداووهم وصايك ها والله انت يا واحد يرسل لك طياره انت شكون تعيا وين راك تلعب انت شكون من البارسا هو تاك داير بليزير ولا شتا من البارسا هو تاك داير بليزير راك داير بليزير ولا شتا ما تنساوش بلي هما السعوديين هما اللي عاودوا ردوكم نقولوا بلي هما الشامبيون تاعهم اللي عاودت ردتكم كيما بن عمري عاودت الشامبيون تاع السعوديه هي اللي عاودت رداتك للمنتخب الوطني وبعد كبرتوا عليها شفت انا لي كومونتير ولا في الانستغرام عند بن عمري يقولوا له انت كبير عليها وين كبيره لعب كاع الناس هي تلعب نورمال هكا ولعب كمل لا سيزون تاعو ومفماك تفاهم معاهم عنده دي ماناجير تاعو يتفاهم معاهم يدي كواطو ها راه ما غبنوش هيا ها راه يحوس شكون اللي غادي على بالك بلي راهم محروقين الله يجعل يسيبوا انديه خاطش الناس هي طايقه دعايات بلي الاهلي المصري ما كان والو مازال ما بان والو لدروك حيا ما بانت لدروك دروك مازال ما بانتش ها ولادي كي يهدر لكم تبان هاك تشوها كلش هدرة حاجة مازال ما بانتش دروك ما بغاش يروح من بعد باباه ولا يحوس له يجري له دروك غير باش يسيب له نادي غير باش يسيب نادي راه يجري باش يسيب نادي بعد يقول لك حقرونا حقرونا في ليكيب ناسيونال
هانتوما صافي تكريك عاود تردهم الباسينه بارده تاع ما بارده، عاودوا ردوا رجليكم الباسينه تاع ما بارده عاودوا.